ضدنا نسوي فد فكره انه تجذب الانتباه للاعلام، تجذب انتباه الناس، تحسسهم انه القراءه اهميه، بحيث الشاب يعني يهتم يحول سيارته الى مكتبه حتى يجذب العالم للقراءه ويروج للقراءه. فصارت فكره المكتبه المتنقله تقريبا 9 أشهر انا هاي الفتره اشتغل بيها، يعني تطورت صارت بهالشكل هذا، وبعد هم راح نضيف لها اضافات بالمستقبل ونغير بها، يعني مو شكل ثابت. توفر لنا بالوقت، توفر لنا بالمكان، ثاني شيء لا يختارون اماكن يم الجامعه، يصير سرعه للطالب انه اذا عجبه كتاب يروح يشتريه. هذا الموضوع.